فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في بلادنا مجالس عرفية يقسمون الميراث ويخالفون الشريعة في ذلك، فهل هذا من الحكم بغير ما أنزل الله؟ بلا شك، يقسم المواريث على غير ما أنزل الله هذا حكم بغير ما أنزل الله، فلا يجوز هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.